السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تكن كصاحب الضفدع. يروى أن أحد الرويبذة أراد أن يتعالم فجاء إلى ضفدعة ووضعها أمامه وقال لها نطي أي اقفزي، فنطت فكتب قلنا للضفدعة نطي فنطت، ثم قطع يدها اليمنى وقال لها نطي فنطت فكتب قطعنا اليد اليمنى للضفدعة وقلنا لها نطي فنطت، وهكذا دوليك إلى أن قام بقطع كلتا يديها ورجليها وقال لها نطي، لكن هيهات أن لها أن تنط وقد قطعت يداها ورجلاها. الغريب أن صاحبنا المبدع جدا وبعد قطع يدي الضفدعة ورجليها استخلص أن الضفدعة إذا قطعت يداها ورجلاها فإنها تصاب بالصمم لأنها لم تنط كما أمرها. بقي أترانا نتساءل ونحن نرى المؤسسات الدستورية تحل وتقطع الواحدة تلو الأخرى، أترانا نسأل لماذا لم تنط أم نقول بعدها إنها مصابة بالصمم؟ لا تكن كصاحب الضفدعة. ألقاكم بعد الجنريك. مرحبا مشاهدينا في عدد جديد من حصاد 24، ردا على قيام السعيد بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة لانتخابات المعارضة الوطنية تعقد غدا الثلاثاء ندوة صحفية للإعلان عما أسمتها بجبهة الخلاص الوطني. جبهة الخلاص ستكون بقيادة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، وتحشد هذه الجبهة أنصارها داخل جهات البلاد بهدف ما تقول إنها جهود لتوحيد القوى سعيا لإنقاذ تونس. إلى ذلك شبكة مراقبون تعتبر تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية تعتبرها مسا باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة. لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس تقول إن تفكيك السعيد للمؤسسات الديمقراطية يهدد العلاقات الأمريكية التونسية، وفق آخر استطلاع رأي لمؤسسة إنسايت تي آن خاص بشهر فيفري، تراجع حاد في شعبية قيس سعيد لتبلغ أدنى مستوياتها، شعبية سعيد تبلغ أدنى مستوياتها منذ انتخابه سنة 2019. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته المؤسسة على حسابها في تويتر أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس سعيد تدحرجت إلى مستوى 23.2%، 23.2% لأول مرة منذ انتخاب سعيد تصل أو تتدحرج شعبيته إلى حد هذا المستوى. في حلقة الليلة متابعة لمختلف مواقف مختلف الأحزاب ومناقشة تطور الوضع السياسي في ظل الأزمة الاقتصادية المستفحلة مع ضيفي الدكتور شكري خميرة أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. دكتور مساء النور، صح شريبتك. شريبتك وصحة شريبة السادة المستمعين والنظارة. مرحبا. ضيفنا الثاني الكاتب والباحث بحري العرفاوي بالهاتف. بحري مساء النور، صحة شريبتك. مساء النور، مرحبا وصحة شريبتك أنت والسادة المتابعين. أهلا وسهلا بكم. إذن في لقاءنا اليوم ضيفان، عودة على قرار سعيد حل الهيئة المستقلة للانتخابات وسعي المعارضة لتشكيل جبهة الخلاص التي ستعقد ندوتها الصحفية الأولى غدا بتونس العاصمة. تقرير افتتاحي وعودة سريعة للنقاش. يلا. يتواصل الجدل وتتصاعد المواقف السياسية الرافضة لإصدار رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعديل قانون هيئة الانتخابات واستبدال أعضائها وصدوره بالرأي الرسمي.
إجراء سارع رافضوه إلى تنظيم اجتماع بولاية سوسة أشرفت عليه الهيئة الجهوية للمبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب، وحضره مجموعة من الشخصيات السياسية. الاجتماع سلط الضوء بالخصوص على استهداف المؤسسات الدستورية والهيئة المستقلة، وآخرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليتها وعوضها بهيئة يعين رئيس الجمهورية أعضاءها ويعفيهم، وهو ما سيجعل من الرئيس الحالي خصما وحكما في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما ينزع عنها كل مشروعية وكل مصداقية. رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون اعتبر أن استقلالية الهيئة بعد مرسوم الرئيس باتت على المحك، واعتبر أن قيس سعيد أصبح الحاكم والحارس في المرمى المقابل، متسائلا كيف يمكن لطرف سياسي وفي السلطة أن يقوم بالتعيين. أما مؤسس وعضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك فقد أكد خلال الاجتماع أن هذا المرسوم باطل ومخالف للقانون، كما شدد على أن سعيد يعتبر نفسه الحاكم الفعلي للبلاد لكنه في الحقيقة محكوم فيها، وأعرب عن تحديه له بالاقتراع. ومن جهتها اعتبرت نائب رئيس البرلمان سمير الشواشي أن أعداء الديمقراطية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية استثمروا في الصعوبات التي واجهت المسار الديمقراطي، واعتبرت أن المرسوم الرئاسي خطير جدا وجريمة في حق الديمقراطية، موقف مماثل صرح به رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي، حيث قال إنه لا يمكن أن يشرف سعيد على انتخابات هو طرف فيها، معتبرا أن هذا خطأ كبير في حق البلاد وفي حق نفسه. يشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي شدد في تصريح إعلامي على أن حل هيئة الانتخابات هو حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، مشددا على أن الهيئة دستورية تنتخب بثلثي ممثلي الشعب في البرلمان، وأنها قادت سلسلة من المحطة الانتخابية في البلاد، دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات، دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات. مرحبا ضيفاي بالسكايب دكتور شكري خميرة أستاذ العلوم السياسية، وبالهاتف الكاتب والباحث بحري العرفاوي. إذن دكتور شكري خميرة، بعد صدور المرسوم 22 متعلق بتنقيح قانون الانتخابات، نذكر هيئة دائمة لمدة 4 سنوات وليس هيئة وقتية، الرئيس يعين جميع أعضائها ويعزلهم، أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة المطلقة على جميع أعمالهم، أي أنهم لا يلاحقون أمام القضاء على الخروقات المفترضة التي يمكن يرتكبونها أو يرتكبونها بما في ذلك الجنايات المتعلقة بتدليس انتخابات أو نتائج الانتخابات. رئيس الهيئة يعينه رئيس الجمهورية مباشرة، في السابق كان يعين على الأقل من قبل بالانتخاب بين أعضاء هذه الهيئة. رئيس الهيئة هذا برتبة وزير وينتخب يعينه الوزير مباشرة. القضاة أعضاء هذه الهيئة عددهم 3 من 7 يعينهم كذلك رئيس الجمهورية، لكن تقترحهم المجالس القضائية 3 المؤقتة العدل والإداري والمالي ضمن قوائم تضم 9 قضاة، لكن يشار المجالس الرأي نفسها هي معينة من قبل رئيس الجمهورية بعد ما حل المجلس الأعلى للقضاء، وذكر مرسوم عدد 2 لسنة 22. إذن بعد كل هذه المعطيات اللي حاولنا نلخصها للسادة المشاهدين، سيد شكري، هل بقي من مصداقية لانتخابات قد تنجز في كذا ظروف ويتحدث سعيد على أنه له خارطة انتخابية قارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لا يمكن الحديث عن المصداقية، لأن كل هذه الإجراءات كانت تطورا طبيعيا لما قام به القائم برئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية. هو قام بانقلاب كامل الأركان بالتعريف القانوني والسياسي وجميع التعريف الموجودة، كلها تؤكد أنه قام بانقلاب
على مسار ديمقراطي وعلى مجلس نيابي وقع انتخابه بشكل شرعي، ثم قام بخطوات من أجل مسح هذه المرحلة الديمقراطية كلها، وكل والجميع كان ينتظر أنه سيأتي بهذه الخطوات حتى يتسنى له بعد ذلك تأسيس حكم جديد، هو حكم يرتقي إلى معيار الحكم الفردي المطلق وليس حكما ديكتاتوريا. نعم، لأن الأنظمة الديكتاتورية أو ما يسمى بالأنظمة التسلطية للاستيتوريتير هي أنظمة تقوم على وجود دولة بها هياكل وبها قوانين وبها قواعد قانونية ودستورية، حاول المتسلط يحول هذه أن يجعل تقدم الحريات. أما قيس سعيد فإنه تجاوز هذه المرحلة أن يذهب إلى مرحلة وأن يحكم بطريقة حكم استبداد، هو يسمى حكم استبداد ديسبوتيك، سيتان سيستم بوليتيك بمعنى أنه لا يحكم إلى قوانين. سيد شكري، سنأتي ربما نفصل كثيرا في طبيعة النظام الذي آلت إليه. تونس فقط عندما يقول بافون إن سعيد نصب نفسه حكما وحارسا في المرمى المقابل وإن استقلالية الهيئة على المحك، إلى أي حد يعتبر هذا التصريح موافق للوضعية الحالية اسمها البعض بالهيئة القيسية للانتخابات؟ بعجالة حتى أمر الكلمة لضيفي الثاني. هو طبعا هذا القول صحيح وقول موضوعي ولا شك فيه، لأن هيئة الانتخابات والبرلمان وبقية الهيئات الدستورية هي هيئات لا تتلائم مع حكم الحكم الاستبدادي الفردي، لأن الحكم الاستبدادي يسعى دائما إلى تفويض الأجسام الوسطى الوسيطة الأجسام الوسيطة لكور انترميديير، لأن الديمقراطية هي قائمة على ماذا؟ هي قائمة على أجسام وسيطة، هي الأحزاب والمؤسسات السياسية، برلمانات والهيئات الدستورية. وسعيد للأسف الشديد إلى حدود 9 أشهر أتى على هيئة الانتخابات، قبلها على مجلس أعلى القضاء، ومنذ أيام قليلة حل البرلمان في 30 مارس. سيد بحري العرفاوي، إذا كان الأمر كما يوصفه أستاذ العلوم السياسية دكتور شكري خميرة، يقول ما يحدث انقلاب كامل الأركان على مسار ديمقراطي، أما كان الأولى بالرئيس سعيد والقائم بشؤون رئاسة الجمهورية كما يقول شكري، أما كان له من الأجدر وأقل تعب وبدون ما يقلق التوانسة أنه يضع هذه الانتخابات تحت وصاية وزارة الداخلية كما كان الأمر زمن بورقيبة بن علي؟ تحية لكم مجددا. قيس سعيد الآن هو بسبب القيام بعملية اجتياح، اجتياح سميتها، بعملية اجتياح منذ 25 جويلية، هو لا يتوقف عن إهانة بوضوح، يعني المعركة معه ليس معركة في تأويل الدستور وليس معركة قانونية وليس معركة شرعية، هذه معركة الغلبة. قيس سعيد يمارس الغلبة ويعني يستقوى بمؤسسات الدولة وجهاز الدولة وإمكانيات الدولة، ويعرف أن التونسيين سلميين ويترك لهم الشارع، لهم أن يصرخوا في الشوارع وأن يبكوا موتاهم وجرحاهم وأن يزوروا مختطفيهم. هذا هو الديمقراطية عنده، هذه الحرية اللي يقول أنها لا تمس، ولكنه أشبه ما يكون بشخص
يركب جرافة ويجرف ما أمامه من أشجار وزهور وتنابل إلى غير ذلك، ولا يلتفت إلى الوراء ولا يصغي إلى أي كان، بل كأنه يتلذذ بما يفعل. هذا كلما المعارضة احتجت وصرخت إلا وزاد في عمل إيلامها. هذا يوغل في إيلام التونسيين وفي إهانة أو محاولة إهانة التونسيين. يعني ما معنى أنه يلغي حتى الهيئة المستقلة للانتخابات ويعين هو هيئة أخرى ويعين رئيسها ويقول أن أعضائها معفيون من أي تتبع؟ يعني هذه عملية إغراء، كأنه يقول أن الذين سيتطوعون لخدمتي وخدمة مشروعي فأنهم آمنون وسنغدق عليهم، ورئيس الهيئة رتبة وزير. هذا نوع من الإغراء ونوع من تزيين التدليس وتزيين المشاركة في الجريمة. هذه جريمة حقيقية، عملية سطو على تاريخ البلاد، عملية سطو على نضال الناس. يعني عندما استحضر أسماء لمناضلين كبار وناس قدموا من أعمارهم، من شبابهم، من صحاتهم، من يعني من شبابهم، ثم يأتي هذا الشخص ليقوم بعملية اغتصاب وعملية سطو. هذه عملية سطو. سيد بحري، سيد بحري اسمح لي، ما تسميها بجرافة وعملية اجتياح حكم الغلبة، كيف لم توقفها أو يوقفها قرار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي سبق لسعيد استضافها بقرطاج، وفي ختام ندوتها الصحفية وصفت وأكدت ثقتها الكاملة بهذه الهيئة وثقة المجتمع الدولي والأوروبي بهذه الهيئة؟ هو لا يصغي إلى أي كان، لست أدري، أنا لا أحب أن يكون هناك تدخل خارجي أو ضغط خارجي، ولكن في الحقيقة نحن لا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم. نحن أمننا مرتبط بأمن المحيط الأقليمي وحتى الدولي، وأيضا التوترات التي يمكن أن تحصل عندنا ستتسع ربما وتصل آثارها إلى دول قريبة وإلى أوروبا. ولذلك فإن العالم كله معني بهذه النقطة الصغيرة تونس، والكبيرة بتاريخها وبرصيدها وبكفاءاتها. قيس سعيد لست أدري إن كانت هناك جهات خارجية تدعمه ويعول عليها، وأنا لا أثق كثيرا فيما تقول. ولكن هذه الجهات يا سيد بحري، هذه الجهات التي تدعمه لم تدعمه لا بحليب ولا بخبز ولا بسميد ولا كله. نلحظ التدهور السريع في المخضرة الشرعية، وعندما نذكر الجانب الدولي والمواقف الدولية على الأقل المنتظم الأوروبي أكبر شريك في المهم، أنه نستذكر أن الدولة التونسية الآن بحسب تصريحات بودن هذه وزيرة المالية في أمس الحاجة، بل أن هدفها الرئيسي في هذه الفترة الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونتساءل كيف لها أن تحصل على هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل رميها عرض الحائط بكل حتى وصايا الأصدقاء من المنتظم الدولي. دكتور شكري، فعلا ربما وصف ما يقوم به سعيد بالجرافة قد يفسر الدستور، وأنت أستاذ القانون العلوم السياسية، الدستور يمنع بصفة صريحة المساس بالنظام الانتخابي والقوانين الانتخابية، نظام كامل، نظام كامل يسمح بما فيه تركيبته وهيه. هل يعقل إذا كان عنده حد أدنى، يعني نتحدث عن الدولة، عقل الدولة الآن، إذا كان عنده حد أدنى من الإدارة السياسية، ما الذي جرأه على هيئة منتصبة حتى وإن كان جرف باقي المؤسسات؟ أليس بهذا يذبح آخر يعني شعرة متاع ديمقراطية قد يجعل منها أنصاره مبررا أو غطاء لما يقوم به سعيد؟ هو في الواقع قلناها في مرات سابقة أن قيس سعيد هو الشجرة التي تغطي الغابة. قيس سعيد هو، نحن نفترض أنه لم يأخذ القرار بالانقلاب بشكل ذاتي ومباشر،
هو أداة في الدولة العميقة التي قامت بالانقلاب. الدولة العميقة وجدت في قيس سعيد ضالتها في كونه لا يؤمن بالمسار الديمقراطي. كونه يمثل ما يسمى بالأبناء غير الشرعيين ديمقراطيين. ولم يشارك في الثورة، لم يكن ديمقراطيا في السابق، وكان خارج المنظومة الديكتاتورية كان منها. وعملية التمويه التي قامت بها أجهزة الإعلام عندما نجح في الانتخابات تحملته الانتخابية أنه يمثل عنصر من خارج النظام أو ما يسمى دي سيستم. وهذه عملية التمويه في حين أن الرجل هو ابن السيستم وابن المنظومة وشارك فيها. ابن السيستم هكا؟ طبعا هو ابن السيستم وكان لم يكن الأول، ولكن من عمل على بعد على البيوغرافيا الذاتية كأنه كان يحضر اجتماع الدستور الديمقراطي وكان جزءا من المنظومة بشكل من الأشكال. سيد شكري، فقط حاول تقرب الميكرو رجاء من فمك حتى تكون الكلمة واضحة. يعني أعيد ما ذكرت، كان جزءا من المنظومة، كان يحضر اجتماعات جمع الدستور الديمقراطي، وبالتالي كل ما سوق به نفسه على أساس أنه ثوري، وحتى الأحزاب الثورية والمعارضة كلها يعني صفقت له وصفقنا له، في النهاية وقعنا ووقعوا خديعة. طبعا كانت هناك نوع من الخدعة كان لها أغلب النسبة حصلت، ولأن الرجل لأن المنظومة القديمة جربت التأثير تحت الثورة، جربت عن داخل ثم تنجح عملية الانقلاب. نعم. لكنها وجدت فيه ظلته بما أنه لم يكن في الصفوف الأولى للمنظومة القديمة. ثم قام بالترويج له كثير من الاستاذات كأستاذ في قانون له نظراته. ثم تحصن بذلك كل كما نقضه إلى. نعم سيد بحري، واضح العيان، ونحن يعني في هذه الظروف وتابع التونسيون ربما باهتمام كبير الانتخابات الفرنسية الأخيرة التي آلت إلى ماكرون، أهمها يعني في هذه الانتخابات الحوار أو المناظرة بين ماري لوبان وإيمانويل ماكرون، اليمين واليمين المتطرف. كان رد ماكرون واضحا على لوبان عندما قالت سأعتمد على الدستور لتنظيم استفتاء تغيير الدستور، وبالأخص على الفصل 11 من القانون الفرنسي، لأن الشعب هو صاحب السيادة وليس المجلس الدستوري. رد ماكرون كان لا يحق لرئيس الجمهورية حتى وإن كان منتخبا بصفة ديمقراطية من طرف الشعب أن يغير الدستور على غير الصيغة التي ضبطها الدستور، ولا يمكن تهميش دور البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية، لأن الشعب صاحب السيادة يمارسها حسب الصيغة التي يضبطها الدستور والإرادة الشعبية التي يمثلها البرلمان المنتخب وليس حسب إرادة الرئيس. وحتى كان لافتا في الجلسة الختامية والندوة الصحفية الختامية التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عندما في زيارتها لتونس، كانت واضحا في البيان أنه مشروعية الرئيس ومشروعية البرلمان هي نفسها من الشعب صاحب السيادة. نعم، وحتى عندنا في تونس يعني بإمكان رئيس الجمهورية أن يقترح مشاريع قوانين ويطرحها على البرلمان، والبرلمان هو الذي يناقشها ويزكيها أو يعيدها أو يسقطها. ولكن قيس سعيد الآن هو يشتغل خارج الدستور وخارج القانون وخارج المنطق وخارج الشرعية وخارج المشروعية وخارج الثورة وخارج كل السياقات. هو الآن يشتغل يعني فلاح بدون رخصة، يعني في 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 يستولي على أراضي الغير ويشتغل بأساليب يعني بدائية وأساليب تقليدية. هذا يشتغل بطواندية يعني بوضوح، يعني أطب طوانس الكل أنا لا يسمع أي نقد ولا يصل إلى أي كان، وحتى جماعته التي يرسلها على الناس نرى أسلوبهم في الخطاب. يعني هؤلاء
ليسوا من الطلبة، أنا أؤكد أن هؤلاء ليسوا من جمهور الطلبة، ليسوا من جمهور النخب والمثقفين ولا من جمهور التلاميذ ولا من المتعلمين والمحامين، هؤلاء من جمهور يعني المهمشين الذين يسهل استعمالهم واستخدامهم في أساليب البلطجة، وهذا أسلوب معروف من يستعمل هذا الأسلوب. سيد بحري، وربما مريدين ومؤمنين بمشروعه حتى وإن كان بعد 9 أشهر لم يتضح منه شيء إلا الهدم، ولكن صحيح. وأنت ربطنا سيد بحري على آخر نتائج الاستفتاء، عفوا الإحصائيات التي قامت بها استطلاعات الرأي قامت بها إنسايت بوينت إن، صحيح أن شعبيته تدحرجت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 3 سنوات، احنا في 19 قريب العامين نصف وأكثر، إلى مستوى 23.3%. الرجل الذي تحصل في الدور الثاني على قرابة 74% اليوم يتدحرج 23.3%. هذا وارد جدا. قيس سعيد لم يقدم رؤية ولا مشروعا ولا خطابا متماسكا، لم يقدم محاضرة، هو أمام الوقت الآن بعد 9 أشهر أن يخاطب التونسيين، يقدم رؤيته برؤوس أقلام بلغة واضحة دون أن يسب الناس ودون أن يشتم ودون أن يتهم الآخرين في نواياهم وتاريخهم، يقدم حتى ربع ساعة يقدم لنا خطاب ونناقشه، ويأتي بأناس مثقفين ومتعلمين، وحتى القذافي كان يأتي بمثقفين وبدكاترة ويناقشون رؤيته. نحن نريد منه أن يقدم خطابا للناس متلفز أو في ندوة أو محاضرة في أي فضاء، ويحضر له مثقفون وناس مختصون في القانون وناس مختصين مناضلين سياسيين ويناقشونه. هذا الشخص لا يتكلم إلا سبابا، لا يتكلم إلا تحريضا، هذا بوضوح أنا أتحمل مسؤولية كلامي. هذا الشخص يهدد السلم الأهلي ويهدد مستقبل الأجيال لو بقي سنة أخرى. هذا الشخص أخطر من الكورونا، أنا قلت المرة الفارطة هو يقول عن معارضيه، ولا لا يستطيع أن يحاكمني على هذه الكلمة لأنه وصف بها معارضوه، قال هؤلاء سيلقحهم الشعب قريبا، وهي أخطر كلمة، وهي كلمة سر، وهي دعوة للعنف ودعوة للتقاتل ودعوة للفوضى، هذه شريمة. هذا الشخص خطابه إن كان هو الذي ينتجه أو هناك من ينتج له هذا الخطاب فهو خطاب إجرام ويجب أن يحاسب عليه في يوم ما. يعني ولا يقدم محاضرة، لا يقدم خطاب، لا يقدم مشروع، ولذلك منتظر أن شعبيته التي كانت موهومة، أنا أقول كانت موهومة وكانت مزيفة وكانت خدعة كبرى، نحن صوتنا له نعم ليس لكي يكون رئيسا وإنما حتى لا يكون نبيل القروي رئيسا. نعم دكتور شكري، كلام ملخص كلام سي بحري هذا وكلام له منتصب خارج القانون، معناتها في الطريق العام، إذا ليقولها بصراحة أنا الدولة والدولة أنا، ليش الحديث عن الدستور واحترام الدستور وهذه ما قصرها يا أخونا وخلينا يا رجل. هو تجاوز حتى ما قلت أنا الدولة والدولة أنا، لأنه هو لا يؤمن بالدولة أصلا، لأنه هو لا يحمل مشروعا معقولا أو مشروعا قائم على منطق قانوني أو دستوري أو تاريخي أو ديني إلى آخره، هو يقوم على اللا مشروع. وقلنا منذ البداية أن النظام الاستبدادي قائم على مستبد يرسي نظامه بدون قواعد. قيس سعيد لا يؤمن بالقواعد، وربما هذا له خلفية الباطنية التي لا ترى في النص الديني النص المتعارف عليه بالمعايير المتعارف عليها في التفسير والتأويل. هناك مشروعية الشيخ الزعيم هو من يعطي التأويل الذي يرتضيه النصوص. قيس سعيد الصوت يا شكري
حاول تلمس الميكرو بيدك الله ينورك. نعم خليه يقرب من فمك. نعم اي نعم. قيس سعيد لا يؤمن بالنص القرني لان مفهوم القانون قائم على وجود نص سابق عن اساسيه. سيد شكري خلي الميكرو في يدك الله ينورك. اي نعم انا قيس سعيد لا يؤمن بوجود نص سابق. الصوت متقطع لا يؤمن يعني قلت تجاوز حتى مفهوم الدولة والدولة أنا. هو جدير تذكير بافتتاحية الواشنطن بوست منذ أيام عندما قالت إن السعيد يعيد أو بصدد القضاء على آخر آمال تجارب الربيع العربي وأفضلها آمال الربيع العربي وأفضلها. كذلك الصحف وصحيفة ألمانية وصفت الرئيس سعيد هذه صحيفة ألمانية وصفته بفرعون جديد بالإضافة إلى يعني افتتاحيات لكبرى الصحف الدولية. واضح أنه ما يقوله دكتور شكري وسي بحري يعني صحيح أنه إحنا مضطرين ومهم أن نوضح للسادة المشاهدين رغم كم المغالطات وشفنا حتى تصريحات أن يقولك لا الحل لهيئة الانتخابات هو في الطريقة السوية. للأسف الشديد كل أساتذة القانون الدستوري كل المتابعين الدوليين يعتبرون أن ما قام به فضيحة. لا يمكن أن تحدد هيئة الانتخابات وتعينها لتكون حكما عليك أنت في الانتخابات القادمة. نشوفوا نرجعوا حتى نعيد الكلمة لشكري إن شاء الله بعد ضبط السكايب. نشوفوا صبر الآراء الأخير هذا خاص 200 بعد 200 يوم من حكم السعيد ما مش بعد 100 يوم بعد 200 يوم صبر أرى هذا قامت به انسايت تي ان تونسية ونتائج هذه خاصة بشهر فيفري مش كونوا دقيقين خاصة بشهر فيفري تعمت على 1367 عينة تمثيلية للمجتمع التونسي. وقع صبر أراء هذا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مدة صبر أراء من 10-16 فيفري يعني قلت لكم خاص بشهر فيفري الأخير تقريبا شهرين. وهامش الخطأ أقل من 2.7% سيدي كان يقولوا هامش خطأ 2.7 وسي رئيس زعيد حسب الاستطلاع هذا جاب معه 23.2 سيدي خذ 25 بصراحة هذا ما يصلكش للزمتور سي زعيد إذا كان بالمستوى هذا. الغريب نكملوا شوف الصور الاخرى نتاع صبر الاراء خلينا به سي بحري وسي شكري. التفاؤل التونسي بالوضع الاقتصادي 82 قول 83% ما همش متفائلين جمله ومش متفائلين نوعا ما في بالوضع الاقتصادي. يعني كل وعود سعيد وكل تطميناته وراه مش نصلحوا الازمه نجوزوها وكذا كلام فارغ. التونسي يفهم وهذا أعطانا عينة منها. اللي بعدها الله ينوركم متفائل بوضع السياسي 79.5 مش متفائلين. يعني المشروع الرئاسي يطمن يبشرنا به السيد رئيس الجمهورية والمشروع الجديد ما أمنوش التوانسة. أنا مصدقك لكن التوانسة حاسب هذا ما صدقوش للأسف الشديد. تفضل البعض عندك ثقة في نتائج استشارة إلكترونية الاستشاره التي نذكره السيد الرئيس سعيد قال استشاره ناجحه. هو الزكراوي قال فشل ذريع والسياسيين شفنا اكثر مره عبروا كلهم قالوا هذه استشاره تضحك ما جدها لحد. رئيس قال ناجحه وعلى اساسها ما زال مواصل ومحدد الاستفتاء في 25 جويلية ومش عمل انتخابات في 19 ديسمبر. ها التوانسه قالوا 77.4 ما عندناش ثقه جمله في هذا. السلايد اللي بعده الله ينوركم قديش مهم بالنسبة ليك العيش في نظام حكم ديمقراطي. لهنا هذا أنا برأيي وأترك سي بحري سيد بحري تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم تلك العشر سنوات ربما الشعار اللي رددوه البعض ويحاول إعلام أنه يجعل منه سردية إيش نعمل بها الحرية وكليت الخبز الحرية أنا إيش نعمل به. خليك في السلايد هذا. إذا كان نشوف السلايد هذا آخر صبر أراه يقول لك كي تروحوهم عين السؤال مهم تعيش في نظام ديمقراطي كان الجواب واضح أنه نعم يهمني 95.1% نعم
يهمني العيش في ظل ديمقراطية. هذا يكذب السردية متى الإعلام اللي حبي سبقها وش عنه به الديمقراطية. ها وشوفنا بعد 9 شهور لا حرية ولا ديمقراطية. تعليقك سيد بحري. طبعا الذين يقولون أن التونسيين لا تعنيهم الديمقراطية لأنهم هم أنفسهم ليسوا معنيين بالديمقراطية، أنهم ليسوا أصحاب مشاريع، ليسوا أصحاب أفكار، ليسوا أصحاب رؤى، لا يبشرون للأجيال القادمة بمستقبل أفضل. هؤلاء يعيشون يومهم بيومهم، والمهم من يحكم أن يمدهم بفتات موائده. هؤلاء هم الذين يروجون هذا الكلام، ونفس الكلام هو الذي كان في النظام السابق، الذين كانوا يقولون أن التنمية قبل الديمقراطية، وهي مغالطة في الحقيقة، لأن التنمية لا يمكن أن تكون إلا في ظل أجواء من الحرية، حين يشعر المواطن بأنه يمتلك إرادته وسيادته في وطنه، فإنه سيبدع، سينتج، سيفكر في كيف يمكن أن يساهم في خدمة وطنه. لا تعارض بين التنمية وبين الديمقراطية. ولكن سيد بحري سأعطيك كلمة فقط، ولكن تدهور مستوى المعيشة الحالي في الحقيقة لم نعشه لا في 10 سنوات ولا في التي قبلها قبل 2011. اللي معهد وطن الإعصاء أخيرا 7.2 خاصة بشهر مارس نسبة تضخم، أن تضخم عامة ولكن تضخم في المواد الغذائية ربما فات 12، الشيء الذي جعل تونس، وهذا آخر تصريح منذ يومين تقريبا فقط، الخبير الاقتصادي معز السعيدان صرح بأن تونس التجأت إلى الاستدانة معذرة بقرض خارجي 700 مليون دولار لسداد راتب شهر أفريل. يعني وضعية غير مسبوقة. هنا خلينا ما ثمش حرية في 9 شهور، لكن حتى الخبز لم يأتي. شفنا التوانسة في طوابير، ورئيس الجمهورية نفسه تحدث عن طوابير بساعة بساعتين. لكن مهم أن يصل التونسي إلى قناعة، رأوا الحرية مهمة ليس كما روج لها. هذا بالتأكيد قيس سعيد يفشل في المسارين، في المسار الديمقراطي مسار الحرية، وفي المسار التنموي، وهو يتخبط الآن حقيقة. وأنا كتبت منذ 25 جويلية قلت أنه سيفشل في حل المسألة الاجتماعية، وأنه كلما فشل في المسألة الاجتماعية سينتقم من خصومه، وهو ما يفعله كلما فشل وخشي ردة فعل الناس، أراد أن يسترضيهم ويسترضيهم وأن يشبع رغبة البعض الانتقامية تجاه خصم إيديولوجي، أو هم يتخذون خصم إيديولوجي فيؤذيهم في خطابه أو بممارسته. يعني حالة نواب على المحاكم العسكرية والتحقيق أمام مراكز المكافحة الإرهاب، عملية اختطاف، هذه جريمة يجب أن لا تنسى ويجب أن لا تمر. اختطاف نائب في البرلمان ونائب رئيس حركة سياسية بدون تهم، ثم يعجز على أن يقدم أي ملف، هذه جريمة دولية يفترض أن يحاكم عليها دوليا، هو ومن نفذ العملية. الآن قيس سعيد ومن معه يفشلون في الجانب الاجتماعي، يفشلون في الجانب السياسي، يفشلون في ضبط المشهد. والآن نرى حالة من الاحتقان تزداد اتساعا. أيضا المعارضة، وهذا الجميل وهذا المبشر غير، أن المعارضة تجمع قواها وتتجهز بطاقات جديدة وبمواهب جديدة وخبرات جديدة ووجوه جديدة لمواجهة الانقلاب. أنا أعتقد أن تشكل هذه الجبهة، جبهة الخلاص الوطني التي يقودها نجيب الشابي ويشارك فيها، تشارك فيها أسماء لها تاريخ نضالي في مقارعة الاستبداد، وهي على درجة عالية من الفكرة والمعنى والقيمة، ننتظر في المستقبل أن تزداد اتساع هذه الجبهة، وأن يزداد الانقلاب عراء من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية الأمنية. قلوا من الناحية الأخلاقية، بمعنى هذا السوء الذي يشيعه، سوء الخطاب،
كذا لم نسمع خطابا مقرفا ولا عجرفا من أي مسؤول سياسي مثل ما نسمعه الآن من قيس سعيد. هذا يمارس العجرفة في خطابه، يمارس استعلاء، يمارس محاولة إهانة التوان. هذا لوث القاموس السياسي، قاموس الخطاب، لم يلوثه أحد قبله بمثل ما فعل. لو نسمع مفرداته وننشرها، أنا أقترح على أي واحد أن يجمع مفردات قيس سعيد وينشرها في كتاب صغير. على شرط وما نضيفوا لها سي بحري إلا 18. نعم. مع كامل احترام وتقديرنا بطبيعة الحال لشخص رئيس الجمهورية، وكان ننقد على الأقل المعجب هذا. لست أدري إن كان السيد شكري عاد معنا للسكايب أم لا. نعم سيد شكري، وقادنا سي بحري إلى ما يراه جديد هو جبهة الخلاص، هذه المعارضة التي تعقد غدا ندوتها الصحفية، جبهة المعارضة هذه، كيف ترى هذا التداعي أو يعني تتداعى وبمعنى عفوا تتنادى عفوا المعارضة اليوم يقودها أو تقودها شخصية مخضرمة في مثل تجربة ونضالية أحمد نجيب الشابي رئيس الجمهورية في المقابل، وصف التقاءهم الغريب ويقولون هذون كانوا على طرفين نخيل اليوم يلتقون فقط لأن لهم مصالح ومآرب وهدف السلطة ليس له. كيف تقيم هذا التحول في المعارضة من مواطن الانقلاب، مواقف ربما فترة ما وقفنا على ثلاثة شوارع، اليوم معارضة تكاد تكون مجتمعة على الأقل برأس كبير جدا هو جبهة الخلاص؟ نعم، هذا ربما من فضائل الانقلاب الصوت. إذا كانت نعم ربما هذا من فضائل الانقلاب إذا كانت نعالج الصوت رجع الصوت لا الصوت لا يصلني. سيد شكري. نعم نعم، قلت أن هذا ربما من فضائل الانقلاب إذا كانت له فضيلة، أنه جمع شيئا فشيئا أكثر من صوت في هذه الجبهة المنتظر تكوينها لكي تتوحد وتستفيد من التجربة السابقة التي كانت تجربة صعبة طوال العشر سنوات. ربما الأزمة التي أو الأزمات التي وقعت فيها القوى التي حكمت بعد 2011 هو أن العديد من القوى كانت تقوم ب أو تمارس ما يسمى باللعبة الصفرية التي دائما تريد أن تربح الانتخابات لنفسها فقط والآخرين يجب أن يخسروا. لم تفهم بما أن التجربة لا زالت جديدة والديمقراطية فتية، كثير من القوى السياسية والحزبية أخذت موقفا راديكاليا بالنسبة لمن كان يتمتع بالأغلبية، فلعبت معه لعبة صفرية هي التي فتحت المجال حسب رأيي لكي تمهد أو تسهل للقوى المنظومة القديمة أن تقوم بذلك الانقلاب وأن تفرق شتات القوى بين ظفرين الثورية، وهذا لاحظناه خاصة بعد 2019. ربما في 2014 كان الوضع أفضل نسبيا مع التوافق الذي كان بين النهضة والنداء من خلال الزعيمين الغنوشي والسبسي، ولكن في 2019 التشرذم السياسي ومماصلة بعض القوى. نعم. إلى أي حد سيد شكري هل جبهة الخلاص هذه هي جبهة بقيادة نجيب الشابي نذكر تحشد أنصارها تقول بسبب دعم جهود توحيد القوى سعي لإنقاذ تونس، إلى أي حد يمكن لهذه الجبهة الجديدة بقيادة أحمد نجيب الشابي والوجوه النضالية الأخرى قادرة أن تفرض على سعيد ربما العودة إلى مسار ديمقراطي على الأقل توقف هذا القطار الذي سماه منذ قليل سيد بحري بالجرافة؟ هو قيام هذه الجبهة مؤخرا من خلال زعامة أو حول الأستاذ نجيب الشابي هي أرى أنها نوع من المآل التوافقي بين القوى السياسية الموجودة من جهة حتى لا يبدو المناوئين للانقلاب أو المعارضين للانقلاب مجرد شخصيات
زعامتية يحومون وراء أو تختفي وراءهم حركة النهضة، فتمت محاولة استجلاب أو استقطاب شخصية لها تاريخ سياسي نضالي ربما ولها نضالات مشتركة مع جميع القوى تقريبا اليسارية واليمنية والتي في الوسط التي تمثل في نجيب الشابي، وربما هذه العملية باركتها أو ساهمت فيها، لا أدري، إما باركتها أو ساهمت فيها الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا. فبالتالي الإيجابي في ذلك أنها زادت في اتساع دائرة المناهضين للانقلاب، وربما ستحاول أن تضع حلولا على الميدان ربما تغير به المشهد السياسي الحالي والذهاب نحو العودة إلى المسار الديمقراطي. سيد بحري العرفاوي، في المدة الأخيرة تقريبا في مجمل البلاتوات على الأقل التي تقف مساندة لسعيد أو والتي أغمضت عينيها عن جملة الخروقات الدستورية، هناك قصف مركز وعلى جميع الوجهات من السلطة كما قلت وأدواتها وتوابعها على نجيب الشابي. هل أدرك سعيد أو سلطة السعيد أدركت أنه يمكن يكون نجيب الشابي بنضاليته بتاريخه بوسطيته يمكن يكون ثغر التي يهد بها جدار تصحيح المسار الذي يقوده سعيد؟ دائما عندما ننظر أو نقرأ شخصية المغتصب والمستلب والمختطف نجد أنها شخصية هشة وغير متماسكة وشخصية خائفة. الصوت سيد بحري نعم الصوت لا يصلني، لست أدري هنا في البلاتو الصوت لا يصلني. إذن نحاول أن نعالج الصوت، المكالمة الهاتفية لا يصلني، نعيد الاتصال إذا أمكن. نذكر في انتظار ذلك هات نعطيكم مختلف مواقف متفرقة للأطراف السياسية وغيرها في انتظار أنه نعالج المداخلة الهاتفية. إذن منصف المرزوقي يقول، الرئيس الأسبق دكتور محمد المرزوقي يقول إن سعيد رجل خطير يدفع بتونس كل يوم إلى حافة الهاوية. في وقفة تضامنية مع فلسطين وشعب فلسطيني وما يتعرض له والأقصى من اجتياح وغطرسة صهيونية، حزب العمال قام بوقفة تضامنية طالب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورئيسه حمل همامي يقول إن الانتخابات القادمة لن تكون مستقلة ونزيهة ولن نشارك فيها. هجام العجبوني يقول من التيار الديمقراطي يقول إن الاستشارة الوطنية فاشلة، وكل ما يتعلق النظام بالنظام الانتخابي لا يمكن سنه بمقتضى الفصل 70 من الدستور. أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب يقول إن المرسوم الرئاسي سيجعل الانتخابات محل تشكيك. أفاق تونس يقولون في بيان نرفض المرسوم التسلطي الأحادي الذي أصدره سعيد متعلق بهيئة الانتخابات. سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس النواب تقول سعيد يقوم أو أعداء الديمقراطية وعلى رأسهم سعيد يقولون استثمروا كثيرا في الأزمة وهم خطر وجريمة في حق الديمقراطية. نبيل بفون يقول إن لا يعقل وأنه لا يعقل أن يكون سعيد هو الحكم والحارس في المرمى المقابل، ويقول إن استقلالية الهيئة باتت على المحك. الغنوشي يقول إن ما يقوم به سعيد حلقة من حلقات الإجهاز على المشروع الديمقراطي. هل عاد الصوت لسي بحري؟ أنا أسمعك جيدا، ولكن ما الفائدة سيد بحري إذا كان الصوت لا يصلني في الاستوديو؟ على كل نذكر مرة أخرى حتى يكون تواصلنا أمثل، سي بحري وكذلك سي دكتور نحاول يقربوا الميكرو من الفم. تفضل سي بحري، كنا سؤالنا حول نجيب الشابي والقصف المركز الذي يستهدفه من قبل النظام وأدواته وتوابعه. نعم، قلت أن كل مستلب أو مغتصب أو مختطف
عندما نستقرئ شخصيته نجد أنها شخصية هشة وخائفة وترتعب من أي رد فعل، وهذا ما حصل عندما احترق مقر حركة النهضة في المونبليزير. رأينا قيس سعيد كيف يتكلم عن وحدة التونسيين وتونس تسأل الجميع ونحن نتعايش مع بعضنا ونحل مشاكلنا مع بعضنا، لأول مرة كأنه شخص جديد يتكلم، ثم عاد لسيرته القديمة. أيضا رأيناه عندما انعقدت الجلسة البرلمانية الافتراضية واتخذت هي جلسة عن بعد وليس افتراضية سيد البحري، هي جلسة عن بعد وليس افتراضية، لأنه افتراضي فيه وحي أنه راهو تجريبي، هي جلسة عن بعد الفيفا والأمم المتحدة نعم. وكل عن بعد يقوم. نعم شكرا على التصويب. الجلسة عن بعد واتخذت قرارا بعدم الاعتراف بكل إجراءات قيس سعيد، فهذا أربكه وجعله يذهب خطوة للأمام ويعلن حال البرلمان وإحالة النواب للمحاكم ومنادات وزيرة العدل وهرسلتها ودعوتها إلى أن تفتح ملفات ضد هؤلاء النواب. يعني هو شخصيته ليس واثقا من نفسه وليس متأكد من أن الشعب معه، إذا كان متأكد من أن الشعب معه فليعلن على انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت. لماذا نضيع الوقت على التوانسة ولماذا نستنزف ما تبقى للتونسيين من قيم، ما تبقى لهم من وشائج وعلاقات، يعني علاقات قرابة ومسارة وجيرة، هذا يخرب العلاقات، هذا يمزق العلاقات، يعني أصدقاء وأصحاب وأهالي أصبحوا في مشاكل بسبب ظاهرة سعيد. هذا سعيد هذا وباء سياسي حقيقة، وهو أن يقول أي كلام بعد أن قال أن المعارضة أنها أخطر من الكورونا، أنا أقول أنه هو أخطر من الكورونا. نعم في كلمة سيد بحري، نجيب الشابي هل يمكن أن يكون الخطاف الذي قادر على توحيد المعارضة والذي يمكن فعلا أن يؤتى منه جدار الانقلاب هذا؟ أعتقد نجيب الشابي هو الذي احتضن كل المشردين زمن الاستبداد، وكل من ليس له منبر وجد في جريدة الموقف منبر. أنا منعت من الكتابة 10 سنوات ولم تحتضني إلا جريدة الموقف، وكنت أكتب فيها أسبوعيا وأحضر لمنتدى التقدم، منتدى الديمقراطي في مقر حزب نجيب الشابي، وكل المضطهدين كانوا يجدون عند حزب نجيب الشابي كانوا يجدون ملدا. بعضهم يجد في تقلب مواقفه في 10 سنوات الأخيرة، لكن سؤال من خلال تجربتك، تقلب المواقف هل حادث عن ديمقراطية نجيب الشابي في 10 سنوات الأخيرة؟ السقف الديمقراطية نزلت عليه؟ هل دعا لاحتراب؟ هل دعا للتقاتل؟ هل دعا إلى العمل خارج صندوق انتخاب حتى نفهم؟ نجيب الشابي أعتقد أنه رجل مشبع بالديمقراطية وهو رجل متوازن. بالنسبة لما يسمى تقلب المواقف، هذا علينا أن ننظر في الطرف الآخر، إن كان الطرف الآخر هو الذي غير موقعه أو غير رؤيته. أنا أنصف نجيب الشابي منذ 2012، منذ أن حصل خلاف معه وبدأ الناس يرشقونه، أنا كنت أدافع عن هذا الرجل لأنه لا يمكن أن نصل إلى أي حل ما لم نعتقد بأن أي خصومة هي مشتركة نعم لنا فيها. أقول أن ما هو نصيبي في هذه الخصومة وما هو نصيب الطرف المقابل في هذه الخصومة. نجيب الشابي لم يكن وحده على خطأ، ما حصل معه هناك معطيات يفترض أن يقع كشفها. أنا أعرف ما الذي حدث منذ 2011، ما الذي حدث، ما الذي كان يعلمه نجيب الشابي. نعم الخطيئة الكبرى سيد شكري هو على اختلاف المعارضة الآن، كما قلت سي شكري هو أكبر دليل على وحدة بمعنى يعني بقي وحيدا سعيد، هو التقاء مختلف أطياف المعارضة التي كانت على طرفي نقيض في الفترة الماضية. تقرير الكرايسيس جروب الأخير الذي نبه مرة أخرى في تقرير في 40 صفحة
إلى أنه راه الدولة والبلاد مقدمة على اضطرابات إذا لم تعالج، خاصة أنه الرئيس سعيد الكرينو متاع الاقتصاد هذا مش حاطه في اهتمامه، شاد كان يصلح في الدستور، هذا كلام حتى أنصاره. أنت كيفاش تقرأ مستقبل العملية السياسية، مستقبل معارضة، مستقبل تصرف سعيد في كذا الظروف اقتصادية أساسا؟ لا، المشكلة الاقتصادية ربما هي من المشاكل الكبرى بالنسبة لهذه المرحلة، لأنه مراحل التحول الديمقراطي بشكل عام يؤكد المختصون دائما أنه أكثر العناصر الدقيقة والتي تشكل ربما عائقا أمام عملية التحول الديمقراطي هي المسألة الاجتماعية والاقتصادية، لأنه عادة الدكتاتورات عندما تسقط تخلف أزمات اقتصادية. نعم. وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقتا طويلا. سيد شكري خلي الميكرو قريب من فمك، خليه ارفع الميكرو، الله ينورك، خلينا نستفيد بمداخلتك، الله ينورك. بالضبط. حل الاشكال الاقتصادي والاجتماعي هو في الاصل مفتاحه عمليه التحول الديمقراطي عندما تكون قائمه على التوافق بين القوى الديمقراطيه. يجب هذه المرحله الان، هي فرصه علمتنا دروس أن القوى الديمقراطية يجب أن تتفق على المشترك، والمشترك هو التداول السلمي للسلطة، عدم استعمال العنف وأجهزة الدولة للاستقواء على بقية الخصوم السياسيين، والالتزام بقواعد اللعبة. نعم. وأكبر درس هو هذا، أنه جاء طرف غير ديمقراطي أتت به الانتخابات على أسس فيها دور المخابرات والمضادة للثورة. وربما والغريب هو أنه الانتخابات أو الهيئة ومنظومة انتخابية التي جاءت برئيس لا يملك إلا 50 دينار حسب تصريح سعيد مش أنا، تأتي به رئيسا في ظل ما يقال عن الفساد المالي والمال الانتخابي، يقوم رئيس سعيد في أول مناسبة بذبحها. هذا هو المحير. هل لك ما تضيف سيد شكري لأنه الصوت كان متقطع؟ لا، أنا في بالنسبة للمنظومة الانتخابية رغم ما فيها من نقائص ليست هي السبب فيما آل إلى الوضع في وصول سعيد إلى رئاسة الجمهورية. بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشرذم بين القوى السياسية، من القوى السياسية لا تؤمن حقيقة بالمشروع الديمقراطي، كانت تقوم بما سمعته اللعبة الصفرية، أم أنا وإلا تفسدوا على من ربح، تسرب من الفراغ يعني. ثبت، وهذا لا يستقيم في الديمقراطية. كل الديمقراطيات التي نجحت كانت لها مشتركات والحد من الإيمان بقواعد اللعبة، التزامي بها. وهذا ربما ما تسعى إليه جبهة خلاص من خلال على الأقل الحوارات الأخيرة التي نظمها أو قام بها نجيب الشابي، و أعتقد في سوسة نظموا ندوة ووضحوا فيها أنهم سوف يناقشون حتى المسألة الاقتصادية. خلينا نشوف تصريح سي بحري والدكتور في ندوة سوسة لجبهة الخلاص، هذه استعداد هي غدا أول مرة باش تعمل ندوة صحفية، لكن هذه يعني تمهيدية. نشوفوا تصريح هذا الجهر مبارك وأعطيكم فرصة باش تعلقوا عليه لأنه فعلا كلام خطير. تفضل. برشا ناس يسألوا شكون قاعد يفكر له سيدة؟ ظاهر هو ما يعرفش يفكر. أما فماش من يفكر له. خالد من اللي قاعدين يفكرون. هل جميع الفوضوية الشعبوية هذه مع وفي مرة معهم أجهزة المخابرات. المخابرات الآن ترتع في أجهزة الدولة وفي مواقع الحكم في تونس، مخابرات إقليمية، مخابرات عربية، مخابرات معادلة للديمقراطية ومعادلة لتحرر الشعب التونسي.
سيد بحري، هل يمكن يمر تصريح بهذه الخطورة؟ خطير هام وخطر بمعنى في خطورة، يقول إن أجهزة مخابرات إقليمية معادلة الديمقراطية ترتع في تونس. هذا مؤكد، أنا كتبت عدة مقالات منذ 2012. تونس أصبحت مرتعا فعلا للمخابرات، وكل مرة نحن نسمع بحدث ثم بعد ذلك يقع تسويق بطريقة يعني مستهزئة بوعي الناس. تسويف يعني أم تسويق سيد بحري؟ يقع تسويق أم تسويف؟ أقصد يقع تسويق المعلومة أو الرواية، مثل ما حصل اغتيال الشهيد البطل محمد الزواري. أين وصلنا؟ اغتيال الشهيدين البراهني وبالعيد، أين وصلت التحقيقات؟ أيضا الأسلحة البلجيكية ثم بعد ذلك أصبحت أسلحة بلاستيكية. الآن السفينة التي قيل أنها محملة بالنفط في خليج جابس، ومن بعد قيل أنها تحمل مياه أو شيء من هذا النوع. يعني هو استغربي ما قالوش يا سيد بحري، استغربي ما ظهرش فيها، قالوش فيها ماء زمزم. ربما ربما أيضا النفايات دخولها لتونس، وما الذي حدث، هل أحرقت أم عادت لإيطاليا؟ يعني هناك أشياء تحصل في بلادنا، والشعب لا يمتلك الحقيقة ولا يطلع على الحقيقة. الشعب يقع إلهاؤه بهذه الشعارات الشعبوية وهذه التفاهات، ولا نعلم حقيقة ما الذي يحدث في بلادنا. لكن رئيس الجمهورية يتهم المعارضة بكونها تتبع أو يعني أجندة دولية معادل وطن وتمس من الأمن القومي، والمعارضة تصف فيه أنه أجندة مخابرات إقليمية ترتع في البلاد. يعني هل صرنا إلى هذا الحال سيد البحري؟ هذا سي حسين والسادة المتابعين أسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه الشعب، حين يصبح رئيس جمهورية يتهم مخالفيه ومعارضيه بأنهم عملاء وأنهم خونة إلى غير ذلك. هذه صورة سيئة، يعني هذه إهانة للشعب التونسي وإهانة لقامات وطنية لها تاريخها النضالي، قدمت تضحيات، ناس قدمت من أعمارها ومن شبابها ومن مصالحها ومن راحت عائلاتها من أجل هذا الوطن، ويقع استسهال. هذه يعني هذا استخفاف بمفهوم السيادة الوطنية، بمعنى الشرف الوطني وبمعنى همة الشعب التونسي، أن يقع اتهام رموزه وعلاماته ومناراته بأنهم عملاء للخارج وأنهم يتخابرون والأسواد المال. هذا كلام غير لائق ولا يليق أن يقوله رئيس دولة. لو يكف رئيس الدولة عن القاء هذه الاتهامات سنقبل بأنه يتابع كل من يتهمه هو بأنه صانعة مخابرات وصانعة أجندة خارجية وجيئة به دوائر غامضة وغير معروفة. حقيقة الشعب التونسي لحد الآن لا يعرف من أين جاء قيس سعيد، من صنع قيس سعيد، هذا لا نعرفه. أنا تربه، يعني هو من 1958 وأنا من 1958. أنا كتبت 14 كتاب، هو لم يكتب كتابا واحدا، وليس له تاريخ يمكن أن يعتد به أو يزايد به على التونسيين. هذا ما مسقط، من أين جاء، من جاء به، كيف جاء، كيف وقع تسريبه لمنطقة المنطقة الطهر عند التونسيين. التوانسة يعني هذه شهادة للتونسيين أن فيهم روحية من النقاوة ومن الطهورية، أنهم انتخبوا من ظنوه أنه رجل على درجة من الطهورية. نسبة 72 اللي طلعت بها هي نسبة 72 من طهورية الشعب التونسي، وليس من صدقية قيس سعيد وشعبية قيس سعيد، لا، هي نسبة هذاك المنسوب متاع طهورية الشعب التونسي. هذا الشعب التونسي رغم ما فيه من خلافات، رغم ما فيه من مشاكل، رغم ما فيه من مظاهر انحرافات غير ذلك، ولكن فيه عمق
من النقاوة، عمق من الطهر، عمق من الشرف، عمق من الهمة. هذه النسبة 72 هي نسبة همة التوانسة، ايش نسبة شعبية قيس سعيد. قيس سعيد هذا خدعة جاءت به جهات لا نعلمها إلى حد الآن لا نعلمها، وربما هذا هو الهوس اللي عنده يجعله يتهم الآخرين ويقذف الآخرين بشتى التهم، وهو ما لا يليق برئيس دولة. ولو أنه يحاكم أي واحد يتهمه فعليه أن يرد عليه يقول له أنت رئيس دولة وتتهم التوانسة وتخون التوانسة بأنهم عملاء وبأنه خونة، هات قدمت الدليل وإلا فإنه محجوج. يعني هذه خطيئة، يعني وضعية سيئة حقيقة. سيد شكري، إن كان لكم تعقيب على تصريح شكري، عفوا شكري، تصريح جوهر مبارك الذي اتهم وتحدث عن وجود أجهزة مخابرات إقليمية معادة ديمقراطية يقول ترتع في تونس. هي الدولة عندما تكون في أزمات وفي مرحلة تأزم وفيها انقلاب وفي مرحلة كانت في مرحلة تحول ديمقراطي دقيق، هي دائما تكون معرضة، الدول خاصة الدول الضعيفة، الدول التي حتى بنائها المؤسسات وقد أثبت الانقلاب أنه بنائها هش وضعيف، تكون عرضة للاختراقات المخابراتية، والمعلومات التي من حين لآخر تخرج ونقرأها تؤكد أن هناك أيادي تلعب، أن أغلب المؤسسات في الصوت. يا سيد شكري مرة أخرى يتقطع، هات نخرج سريع، حاول يا سيد شكري، هات نخرج الخبر والتعليق في الركن الأخير بحلقتنا، واللي نقدم خبرين أو ثلاثة ونسمح لضيفية بالتعليق عليهما. الخبر الأول سيد بحري، نادي عكاشة مدير ديوان رئاسي سابقة دونت أشقالتي نادية تقول أنه للأسف المسار من 25 جويلية تم الاستيلاء عليه، وهذه اللحظة وعلى هذا المسار من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له، ومن قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل. هذه خطبة جمعة سيد بحري ولا شنو هذه؟ هذه ربما هي أدرى وهي بنت المختبر يعني، وربما لخصت ما يحدث، ما هو غائب عن التوانسة ويظلون يرجمون بالغيب ويحاولون أن يحللوا. هي قدمت لهم عصابة أو خلاصة ما يحصل، وهذا في التعليق على المضمون. ولكن نعم، هي قالت إنه تونس اليوم تمر بأزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل خطرا داهما وجاثما على تونس. نعم، أنا قرأت تدوينتها، هذا يؤكد أنه ثمة صراع أجنحة أو صراع ريش داخل جناح واحد، هذا صراع ريش الانقلاب. هناك تداخل ريش، وربما في الأيام القادمة سنشهد ربما حسم وقتي، لأن الحسم هو الذي سيحدثه الشعب. نعم. في المدة القادمة، ولكن قد يحصل داخل هذه الأطراف حسم باتجاه ما، وربما تتأكد رواية أن قيس سعيد جاء به كجرافة ليمهد الطريق لأطراف أخرى، وهذا كلام يقال. أنا نفسي كتبته من البداية، قلت قيس سعيد لا يمتلك، لكن على الأقل سيد بحري عندما تصف مدير الديوان، صحيح هي صدقا هي لا تساوي شيء، هي إذا كان سعيد جاء في فترة غفلة هي من تحت الغفلة، شكون نادي عكاشة حتى نعطي الأمر يعني أكثر من، لكن اللي يهمنا في الأخير سنتان هي ما كانت مدير ديوان وتصل خلاصة أنه رأي
ما تعيش تونس من أزمة سياسية أو خطر داهم وجاثم هذا مهم. أنا سمعت معلومة أسوقها باحتراز نعم تحفظ أن نادي عكاشة موجودة في دبي الآن وليست في فرنسا. عندما تقول مثل هذا الكلام وفي هذه اللحظة أنا أعتقد أن هناك شيئا ما يطبخ لقيس سعيد ولشرف الدين. على كل هذا الصراع هذا لا يعني المعارضة عليها أن لا تعول على هذا ولا تنتظر ذلك. هذا ربما يكون أيضا بفعل صحوة الشارع أو صحوة المعارضة واتساع رقعة المعارضة. ربما البعض سيحاول أن يقترب أو نعم. أن يعتدل في جلسته وينأى بنفسه عما تورط ويتورط فيه الانقلاب من أخطاء وحتى من جرائم ليخفف عن نفسه ربما محاكمات التاريخ وحتى محاكمات القضاء في السنوات نعم. القادمة. سيد شكري عندما يتحدث السعيد عن مشروع الجديد هل يستقيم الحديث عن مشروع جديد هذا المشروع الطهوري المشروع الرسالي يسميه الانفجار الثوري مع ما نستشفه تشبيه هذه التدوينة قمت لك على من ربما اختلاط العائلي بالجهوي بالسياسي وانت تحكي لنا مشروع جديد وسوف تنقل هذا المشروع للعالم ورسي السعيد قال يبشر مشروع جديد للعالم وهو في الأخير متاع عرك عائلات وجهويات واضح نحن قلنا منذ البداية أن قيس سعيد ليس له مشروع له لو أفكار هلامية لا نجدها في أي كتاب لا في علم السياسة ولا في القانون الدستوري ولا في الفلسفة السياسية لا القديمة ولا الوسيطة ولا الحديث. عبارة نتحدث عن النظرية الثالثة لمعمر القذافي. هل معمر القذافي أو فكره يدرس في الجامعات؟ هل يمكن أن نفهمه؟ هذه خزعبلات وأفكار مجنونة. قلنا أنه قيس عيد هو الشجرة التي تغطي الغابة. قيس عيد استعمل ووظف من أجل تخريب العملية الديمقراطية. هو قال سمح لي سي شكري رئيس عيد منذ أيام يومين تقريبا قال انه راه الراي الواحد لا يعني غياب الديمقراطيه. شو الفلسفه الجديده يا رجل هو لا يفكر بعقله. ليس هناك منطق ليس هناك معيار لا اخلاقي ولا علمي ولا سياسي ولا اي شيء. فقط من قام بالانقلاب هو الدوله العميقه التي لم ترضى على عمليه التحول الديمقراطي فتخاف من فقدان مصالحها وغنائمها. لم تستطع طوال 10 سنوات أن تقوض هذا المشروع فاستعمل قيس سعيد لتقريبا نعم. أما بالنسبة للتعليق هذه التي علقت التي قدمت التدوينة وهي من المخربين ومن الموظفين الذين قاموا بمهمة في إطار هذه العملية التخريبية لا أدري هل لها ما وجه لتتحدث بهذه الطول. هي تبحث عن نوع من التكفير عن ما قامت به وعن إعادة استثمار وجود سابق السلطة كما قال الأستاذ البحري للتحذير ربما مخرج جيل لشخص آخر يقع توظيفه في وصلت العملية الخلافية. فقط أريد أن أعرج لو صح لي أستاذ العرفاوي اللي سمعت في مسألة أن قيس سعيد يشكل تصريحه في انتخابات 2019 يعني الشعب التونسي تختلف في ذلك أساسا التصويت لقيس سعيد. أنا أفترض ذلك نعم لم يقع القيام باستبيانات ميدانية وكلمات دقيقة لمعرفة آراء من صفة السعيد
صوتوا هناك بعض لكن ليست يعتد بها، ولكن على الاقل ان كانت هذه على الاقل احنا من خلال استطاعات الراي الاخيره حنتابع فيها انه على مختلف الشركات والمؤسسات ثم واضح انه تدهرج ياسر، هبط ياسر شعبيه رئيس الجمهوريه 23% دي، هذا كان نقوم بيانات ونجيب 24 ياسر بصراحه. سيد الحبيب عجيله رد انه تعقيب على تدوينة شو اسمها عكاشه هذه، يقول انه عكاشه كتبت مره اخرى لا لتكشف للتونسيين خيوط المؤامره بل لتواصل تبريراتها وصراعاتها مع غرمائها. كلمه اخيره سيد بحري، ونعتذر لانه الدكتور شكري الصوت متقطع في اقل من دقيقتين سيد بحري حتى نختم. مستقبل العمليه السياسيه وقدره المعارضه ساحه مفتوحه امام التونسيين، ان المشهد اصبح واضحا لكل ذي بصيره لكل ذي عقل على النخب الثقافيه والسياسيه والاعلاميه والنقابيه وكل المعنيين بالشان الوطني وبمستقبل ابنائهم وبناتهم ان يفكروا بعيدا عن الحسابات الضيقه والحسابات السياسيه والعداوات الايديولوجيه، وان اسقاط قيس سعيد يعني عوده ذاك الطرف او ذاك الطرف. نعم. نحن نتكلم الان عن مصلحه وطنيه، عن مصلحه تونس، ان تونس مهدده حقيقه والاجيال القادمه مهدده حقيقه بمشروع هلامي، مشروع يشيع الاحقاد والكراهيه والاوهام. نحن معنيون جميعا باستنقاذ المسار الديمقراطي لا امتداحا له ولا بكاء عليه. نعم كانت هناك أخطاء، كانت هناك عثرات، كانت هناك كان هناك فشل في عدة مواطن وعدة مواقع دون البحث عن الأسباب، من تسبب بمقدار ومن كان متآمر وشيء. إنقاذ التجربة الديمقراطية سيد بحري. سيد شكري تريد كلمة أخيرة؟ لم أتمم الفكرة، قلت أنه لا أتحدث عن الشعبية، شعبية قيس سعيد التي تدحرجت، أنا أتحدث لماذا تم التصويت له في 2019. قلت أنه أنا أفترض أن نسبة كبيرة من التونسيين قامت بتصويت ما يسمى تصويت العقوبة فوت سانكسيون، هي تجنبت الأكثر شرا والمرشح الثاني. نعم. وفي نفس الوقت القوى المتشرمة السياسية التي تحدثت عن تلك المشكلة وهي التشرذم الثورية التي سمح بأنها لا تتفق على مرشح وحيد. نعم. سمح للقوى المضادة أنها تفقد الصعيد. في النهاية أرى أن بصدد التكوين هو خطوة إيجابية، فقط على أن نتجنب شخصنا الأمور، لأنه الآن القوى الأخرى تريد أن تركز على مسألة شخصية الشاب، وكيف الشاب كان غير يختلف مع بقية القوى ولكل الشاب وليس بنفسك. نعم. إلى آخره، شخصنا المسألة تضر هذا المسار الإنقاذ. واستيعاب نعم، يعني العبرة والاعتبار من الأخطاء الماضية. قلت في الدورة الثانية تجنبت أراد تجنب الأسوأ النخبة التونسية السياسية فوقعت فيما هو أسوأ، هو رئيس سابق الله يرحمه لدولة عربية شقيقة في اجتماع دولة عربية تاع الدول العربية قال نحن الآن على شفاء جرف انهار على شفاء حفرة، فتقدمنا خطوة الأمام، أنا جينا في الحفرة. ليلة سعيدة، نشكر الفريق الفني والتقني الذي أمن هذا اللقاء المباشر، شكرا للدكتور شكري خميرة أستاذ علوم سياسية، وشكرا لسي بحري العرفاوي الكاتب والباحث. بقية سهرة رمضانية ممتعة، يتقبل الله صيامكم وقيامكم، نلتقي غدا إن شاء الله بدايه 9:30 مساء في أمان الله.